فالأخ سمير، أولا ترحب بك وترحب بالمتتبعين والمشاهدين ديال قناة شوف تي في. ففعلا فأنا أعلن بصفة رسمية على تأجيل المقابلة إلى موعد لاحق، ولكن في البداية لابد أن أشير إلى كلمة أن فريق الرجاء الرياضي بجميع مكوناته تجعل صحة المواطنين وسلامة المغرب فوق كل اعتبار. فملي جينا من المباشي فعلا المقابلة كانت مبرمجة يوم الأحد على الساعة 8، وحنا خدينا هذا القرار، تعاملنا بهذا القرار بكل حكمة، وكما قلت لك ما خدينا حتى شي اعتبار من غير لانتيري جينيرال ديال البلاد ديالنا والمواطنين ديالنا. ففي هذا الصباح كما يعلم الجميع فخرج واحد القرار سيادي من الحكومة المغربية اللي تجمد جميع الأنشطة الثقافية والرياضية. كان كذلك هذا الصباح بلاغ ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم، انساق فات الموجة ديال تجميد جميع التظاهرات الرياضية والثقافية، وفعلا أجل المقابلة إلى موعد لاحق إن شاء الله. تنظن أن الأجندة ديال الاتحاد العربي هي أجندة مشغولة كثيرا، لأن باش يمكن لك تبرمج مقابلة ديال فريق الرجاء الرياضي لأنه صعيب. علاش؟ لأن الفريق المغربي والعربي الوحيد اللي عنده ثلاثة ديال الواجهات، البطولة المغربية وكأس العرب ولا تشامبيونز ليغ افريكان. إذا كان صعب على الاتحاد العربي باش يلقى واحد التاريخ اللي يمكن ليه يبرمج المقابلة ديال الإسماعيلي، وحنا خدينا المسائل بكل تلقائية، وجدنا الفريق ديالنا وجدنا الفرقة ديالنا باش يمكن لها تلعب يوم الأحد، ولكن جاء القرار اليوم اللي خديناه حتى هو تعاملنا معه بكل مسؤولية. وحنا الان موجودين ان شاء الله، اللعابه راه موجودين و تيخدعوا لواحد واحد الفتره من الراحه، ولا بد من شير من بعد خرج هذا القرار ديال الاتحاد العربي. فالسي جواد زياد بصفه استعجاليه دار واحد المكتب المديري اللي تراسوا هذا الصباح، وخدينا القرارات التاليه. القرار الاول اللي خدينا البارحه وهو اغلاق مدرسه الفريق للناشئين، اي للاعمار ديالهم تتراوح بين 6 سنين و 12 سنه. القرار الثاني اللي خدينا وهو اغلاق مركز التكوين لو سونتر دو فورماسيون. القرار الثالث اللي خدينا وهو اخضاع اللاعبين لراحه لمده على الاقل اسبوع. وهذه القرارات كلها، هذه القرارات كلها تتكب في صالح واحد، وهو صحه اللاعبين وسلامه اللاعبين وسلامه المستخدمين اللي كاينين في مركب الوزيس. وبعد انتهاء الاجتماع المكتب المديري، فالسي جواد بمعيه الدكتور البروفيسور العصي وبعض اعضاء المكتب المديري توجهوا مباشره للفندق اللي كان مركز فيه الفريق، وداروا معهم واحد مأدوبه غداء باش تكون واحد العمليه تحسيسيه، لان الفريق يخضع اسبوع ديال الراحه، وتتعرف الله يستر هاد لا بونديمي ديال لو كورونا، فهي تتنتشر بواحد السرعه فائقه، وكاين بعد تدابير تحسيسيه بريفونتيف للبروفيسور العرسي وصلهم اللاعبين باش يكلم يخدعوا الراحه، ولكن ما يفقدوش الجاهزيه ديالهم ويديروا جميع الاحتياطات باش يكونوا في السلامه ديالهم، وان شاء الله يرجعوا للتدريب في صحه جيده. وفي هذا الصدد فالمكتب المديري دار جوج ارقام خضراء، دو تليفون، دو نيميرو تليفون فيغ، واحد مخصص للفريق الاول وواحد مخصص الفئات العمريه، باش اي لاعب كيف ما كان النوع ديالو حس بشي حاجه الله يستر ولا شي حاجه بيتصل بهاد الارقام الخضراء اللي تسهر عليها كون البروفيسور العرسي والدكتور البهلوي. اذا السي جواد والمكتب المديري داروا داكشي اللي خصو يدار باش ان شاء الله هاد لابونديمي تقترض، باش ان شاء الله باذن الله ملي هاد لابونديمي تقترض في اقرب وقت فاللعابه يكونوا في صحه سيئه وجاهزيه ان شاء الله باش يباشروا الاستحقاقات اللي عندهم سواء في البطوله او في لا تشامبيونز ليغ افريكان او في كاس العرب. الشطر الثاني ديال السؤال ديالك لا اجل لا لا, لا ليس صحيح. الشطر الاول ديال اللاعب النقاش، اولا الله يحفظه لوليداتو ويحفظه الفريق ديالو، انا مشرف علمي وان شاء الله ربي ما غيسترو ما غيكون حتى شي حاجه. فالتاجيل جاء بقرار سيادي ديال الحكومه المغربيه. التاجيل جاء من بعد جمدات الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والاتحاد العربي،
تجاوب مع هاد القرارات ديال المملكه المغربيه واجل المقابله. هذا هو اللي كاين. ملي المغرب قال ان غادي نلعبوا اويكلو، فالاتحاد العربي مشى في هذا السياق وقرر المقابله تاع اويكلو. اذا الاتحاد العربي تيمشي مع الحكومه، مع القرارات ديال الحكومه المغربيه، والحكومه المغربيه عند السيادة الكاملة باش تاخذ القرار، لأنه هذا القرار أولا هو قرار شجاع، وقرار إن شاء الله بإذن الله تيمشي في صالح المغرب وفي صالح المغاربة، وهو قرار شجاع وخص الجميع يكون وراء هذا القرار، لأنه في صحة وسلامة بلدنا العزيز. كل متتبع للكرة في العالم جمالية كرة القدم في الحضور الجماهيري، فملي تيكون الملعب ممنوع على آخره فهو شحنة معنوية إضافية لجميع مكونات تيكونوا في رقعة الملعب. إذا الجمالية هذه كل شيء متفق عليها في الحضور الجماهيري. فكما قلت لك كانت قوة قاهرة، والحمد لله هذه المقابلة تأجلت، وإن شاء الله نتمنوا ملي تعاود تبرمج تكون بحضور الجماهير. فيما يخص الخسائر المادية، كما قلت لك الأخ سمير، ففريق الرجاء الرياضي تيجعل المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار. ولكن باش نجاوبك بواحد الطريقة أريثميتيك، ففريق الرجاء الرياضي في المقابلة الكبرى كنصف النهاية ديال كأس إفريقيا أو كأس العرب أو لو ديربي أو لو كلاسيكو مع فريق الجيش الملكي أو مع فريق نهضة بركان، المقابلة الكبرى لا غوسيت ديالو تتراوح بين 120 و 130 مليون سنتيم نت، اونتر 1 مليون 200 و 1 مليون 300. وفي المقابلات المتوسطه مع احترامي للفرق الاخرى تتكون لا غوسيت ديالنا دو لا بيتري ما بين 50 و 60 مليون ديال السنتيم، اي ما بين 500 ميل و 600 ميل درهم. العلم ان كاينين بطاقه الخيرات من طبيعه الحال، هذا الشيء نت، تنقول لك نت، بطاقة الخيرات ما داخلينش في الثمن هذا، فات لو برايسين. ولهذا فانا كما قلت لك فريق الرجاء الرياضي فهو يحط مصلحه البلاد فوق كل اعتبار. اما فيما يخص الاستحقاقات اللي احنا فيها، فكاين ثلاثة استحقاقات اللي باقيين، فكاين باقي البطولة المغربية للحدود ديالنا وافرة إن شاء الله، وغادي نلعبوا حتى لآخر رمق. كاين الكأس العربية. فيما يخص الكأس العربية، فما نخفيش عليك الأخ سمير ان كان تمحنا شويه، وكان ما يسمى بطواف العرب. هذا الطواف العرب بدا في القدس ذهب في القدس والاياب في الدار البيضاء. كانت المحطه ديال الدار البيضاء وفي الديربي العرب المشهور والرومونتادا التاريخيه والمشهوره، مشى للبليده، تنقل الطواف العرب ديال فريق الرجاء الرياضي، تنقلنا للبليده والملحمه ديال البليده وانتصار من القلب العاصمه الجزائريه. كانت المقابلة ديال الإسماعيلي لكل شيء مخصوص ينساو الإكراهات اللي كانوا عندنا سواء في الأعطاب أو في السسبونسيون، والحمد لله حنا على بعد مقابلة واحدة باش نوصلوا للنهاية. وكما تعرف الجميع هذه الكأس تتحمل اسم غالي وغالي جدا في المغرب، ألا وهي كأس جلالة الملك محمد السادس، وحنا الفريق المغربي الوحيد أونليس. والأمنية ديالنا إن شاء الله باش نوصلوا للنهاية وتكون المحطة النهائية، وكما تيسميوه بالطواف لو مايو جون، ان شاء الله نلبسوه، هو غيكون مايو فيغ، نلبسوه في الرباط يوم 18 ابريل ان شاء الله، باش نتوجوا ان شاء الله باذن الله بكاس العرب، وغادي نكونوا الفريق المغربي الوحيد اللي تيحصل على النسخه ديال كاس العرب مرتين. وان شاء الله هادشي بتضافر الجهود ديال جميع مكونات الرجاء وبالدعم اللا مشروط ديال الجمهور العريض والوفي ديال الرجاء الرياضي، ان شاء الله غادي نتوفقوا في هذه المرحله. وكما تيقول المثل المغربي، اللي وصل راس العين ولا بد ما خصو يشرب الماء. فريق الرجاء الرياضي استدعي من طرف اللجنه ديال النزاعات يوم 6 جونفي، عطينا الدفعات القانونيه ديالنا، عطينا تسجيلات الفيديوهات اللي عندنا، عطينا المراسلات اللي عندنا. فكانت قوة قاهرة. ما يمكنش فريق الرجاء الرياضي نهار 7 جونفي يكون في مدينة الجديدة وفي مدينة تيزي وزو او ميم طون، لأن الرحلة ديال فريق الرجاء الرياضي للجزائر فهي سابقة في كرة القدم. لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية ففريق يعسكر في بلد واحد ألا هو الجزائر، وغيلعب مقابلتين مهمتين مع جوج الفرق جزائرية. مع من غيلعب؟ غيلعب مع مولودية الجزائر
اللي هو زعيم الكره الجزائريه، وغيلعب مع شبيبه القبائل اللي كانت تسمى افون تيزي وزو اللي عندها شعبيه كبيره في الجزائر، وحده في لا تشامبيونز ليغ افريكان وحده في كاس العرب. وفريق الرجاء الرياضي كان مركز، كان يركز على هذه المقابلات، والحمد لله النتائج تتبان. احنا دابا في لادمي فينال لا كوب عرب، احنا في لادمي فينال لا تشامبيونز ليغ. النقطه اللي خدينا في تيزي وزو كانت نقطه من ذهب. الانتصار اللي درنا في مولوديه في الجزائر في البليده كان من ذهب، هو اللي ان جعلنا نكونوا في نصف النهايه. وحنا عطينا الدفعات القانونيه ديالنا وعندنا الثقه الكامله في المؤسسات ان شاء الله باش هذه المقابله تعود وتبرمج في وقت اخر. وهذا الشيء اللي غيخرج منه منتصر افونتو هي كره القدم المغربيه. وفريق الرجاء الرياضي الى ما كانش موجود في المغرب راه كان تيلعب بالدرابو ماروكان، كان تيلعب بالعالم المغربي وتيشرف وجه المغرب والمغاربه. فعشنا جحيم في لومباشي، جحيم. فكما صرحت ليه معك انت الاخ سمير، فالرحله كانت رحله خاصه، طائره خاصه. فالسي جواد والمكتب المديري وجدوا جميع الظروف باش الفريق يتنقل. كانت شركه امن خاصه، كانت شركه اللي تصيب لنا الاكل والشراب، كان اوتيل من 5 نجوم. الا انه في يوم المقابله واجهنا الحقيقه ديال لومباشي لونفير، وهو ان في عمليه الاحماء اللاعبين ديالنا اعتدى عليهم الجمهور. واكثر من ذلك بعض المسؤولين ديال تيبي مازامبي، وانا شاهد اثبات وشاهد امام الله ان بعض اخوان ديال المكتب ديال تيبي مازامبي هاجموا الفريق، هاجموا اعضاء المكتب المديري بالشتم والبصق. والجميع تيعرف اشتراف لاميتون، فالفريق دار لابوز دو غوبو ديالو في الباركينغ، لان الاخوان اللي كانوا تيحرصوا الأمتعة الخاصة ديال اللاعب في الفيستيار فتعرضوا لاعتداء. وهذا الشيء كل شيء راه ما تيشرفش الكرة الإفريقية. ولكن مع ذلك فريق الرجاء الرياضي بلا بال حسن بالرجولية والقتالية ديال اللاعبين، بالرجولية والقتالية ديال التريو جمال سلامي، يوسف السفري، وهشام أبو شروان، والأطقم الطبية والتقنية. والحمد لله ربي وفقنا، وحنا مازال غادي في الطريق ولا عطي مازال يعطي ان شاء الله. فبين مالونغو تيعرف لومباشي احسن منا بطبيعه الحال، لانه كان لاعب ديال تيبي مازيمبي. نغوما حتى هو تيعرف الطقوس. ففعلا كانوا عندنا بعض المعلومات، وهذوك المعلومات اللي كانوا عندنا كانوا معلومات مهمين وساعدونا باش نجتازوا الجحيم ديال لومباشي. ولكن مع كذلك عشنا الجحيم والحمد لله ربي وفقنا كما قلت لك. وهذه المقابله احنا دابا نسيناها، تركزوا الان على المقابلات الماجيه، ولكن التركيز الاكثر وهو الان احنا في واحد لا بيريود للعالم تعيش واحد الوباء، العالم تعيش واحد الوباء، تعيش بانديمي كي خطيره وخطيره جدا. والشغل الشاغل ديال السي جواد اللي تيحرص اون بيرسون على هذا الموضوع وبعيه المكتب المديري هو صحه اللاعبين ديالنا والسلامه ديالهم وندوزوا هذه المرحله. وبهذه المناسبه تنستفد ولا تجو بروفيت ديال المنبر ديالكم باش نوجه واحد النداء بسيط، واحد النداء ديال افيك بوكو دو موديستي للشعب المغربي. فالشعب المغربي خصو يفتخر بالبلد ديالو، الشعب المغربي خصو يفتخر بجميع مكونات البلد ديالو. فالحمد لله البلد ديالنا امن، ما غيخصنا حتى شي خير، ما نمشوش للهلع، ما نمشوش لابانيك. فنتحل نديروا حكمه في التصرف ديالنا، ونبقاو نديروا المسائل بريفونتيف ديالنا الوقائيه، ونكونوا بحكمه ونتصرفوا، لان البلد ديالنا بلد امن وان شاء الله ما خصنا حتى شي خير. والحمد لله انا واثق ان القرار اللي خذته الحكومه المغربيه هو قرار شجاع، قرار مهم تيصب في مصلحه المغرب والمغاربه بصفه عامه.